هبدأ مع حضرتك سريعا. يمكن النهارده كنت بتكلم مع واحد من ابنائك شريف منير حسن عضو مجلس اداره السابق طبعا اللي طبعا ببارك له طبعا على نجله يحيى، اصغر زملكاوي في عيله كابتن زكي عثمان والراحل كابتن منير حسن. وكنا بنتكلم على ان هو النهارده كان بيسالني مين معاك النهارده في الحلقه، فبقول له كابتن احمد عبد الحليم، فقال لي لازم اول سؤال يكون عن دور ابناء النادي ونجوم النادي ورموز النادي في خدمه الكيان في هذا المنعطف الخطير جدا. انا طبعا ببارك له الاول، نعم، بقول له الف الف مبروك، اتربى في عزكم كده ان شاء الله. وهو طبعا يعني اصل هو دلوقتي جاب حفيد اصغر زملكاوي دلوقتي، حفيد ل ل ل ل ل لابوه يعني والده الله يرحمه منير حسن، وده راجل الله يرحمه كان اخ فاضل وزميل لينا واخ عزيز لينا، كان حتى مدير كره في فتره وانا بلعب يعني. وطبعا جده الله يرحمه الراجل اللي يعني علم اللي علمنا الكابتن زكي عثمان المرحوم زكي عثمان، اللي هو علمنا يعني ايه حب نادي الزمالك. نعم كده، واخد بالك؟ فالف مبروك يا شريف. نعم، ويتربى في عزك ان شاء الله. نعم، دور النجوم يا كابتن، دور لعيبه نادي الزمالك لمسانده النادي حاليا. يعني انا دائما دائما باجي هنا القناه عشان اتكلم في الكوره. نعم، واخد بالك؟ انما في اوقات الظروف اللي انت عايش فيها بتجبرك على ان انت لازم تقول حاجه. نعم، اول حاجه احنا بنشكر المجلس السابق بقيادة المستشار مرتضى على كل اللي عملوه. نعم، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في حياتهم اللي جاية. نعم، وبرضو التوفيق للي جاي. نعم، المجلس الإدارة اللي جاي. نعم، اللي جاي اللي هيقود النادي في الفترة اللي جاية ربنا يوفقه، لأن دي آخر أمنياتنا. يعني إحنا دائما أمنياتنا أن نادي الزمالك يبقى بخير. نعم، ونادي الزمالك بيتعرض لبعض المشاكل أو مشاكل كتير جدا جدا. نعم، أسف الشديد يعني، أتمنى أنها ما تبقاش موجودة في الفترة اللي جاية يا رب. أبناء نادي الزمالك كتير جدا، فيهم ناس خدموا اكتر مننا 100 مره، محبوبين، عملوا شعبيتهم من خلال نادي الزمالك ومن خلال جمهور نادي الزمالك ومن خلال انتمائهم لنادي الزمالك. نعم، الوقت ده لابد ان يتخلى، يعني يبقى فيه شويه نكران ذات، واخد بالك ازاي؟ اللي عايز يخدم النادي، يمكن انت قلت في البرومو بتاعك، اللي عايز يتقدم لترشيح نادي الزمالك يرى في نفسه انه يقدر يخدم نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، يا سلام، اهلا وسهلا، شيء جميل جدا جدا، وكل الدعم والمسانده ليه طبعا. في ظهر اي حد طبعا يخدم الكيان. فانا بطلب حتى اللي كان واخد على خاطره وزعلان في الفتره اللي فاتت دي، ده نادي صح زي ما انا اتربيت فيه، ومليش عداوات مع حد، لا خالص، واخد بالك ازاي؟ نعم. عشان كده انا متواجد الحمد لله في نادي الزمالك الحمد لله. يعني اي حد بقى كان واخد على خاطره كان زعلان كان الفتره اللي جايه دي فتره توحد بالظبط. نعم، فاتمنى ان الناس كلها تيجي والناس كلها تساهم في استقرار نادي الزمالك الفتره اللي جايه. يعني اتمنى ان ده يحصل. احنا معاك. هي ممكن تكون امنيه بعيده شويه. بجد والله. نعم حقيقي والله، انا كنت لسه اقول كده، انما اتمناها. انا دايما بقول كده على فكره. نعم، يعني عارف. انا الاول علق والله على كلامك. انا كنت دايما بقول الكلام ده من الاول، يعني نعم، مش دلوقتي يعني. من الاول. ايه اللي منعك؟ واخد بالك ازاي؟ لان برضو يعني انا شخصيا ما اشتغلتش في نادي الزمالك طول عمري، ما بشتغلتش في نادي الزمالك. نعم، بس عمري حتى لما اشتغلت بره كنت باجي اجازات ما اتقطعتش عن النادي عمري. نعم. يعني انا بكلمك، ويمكن برضو اشتغلت في نادي الزمالك في الفتره الاخيره برضه لما حصل المتغيرات الصحيه اللي حصلت لي. معلش يعني، انا بتكلم بجد والله، ربنا يعافيك. انما قبل كده كنت بشتغل بره النادي. نعم، سواء في الخارج او في الانديه المصريه اللي انا كنت بشتغل فيها وبعمل فيها. انما نادي الزمالك ده دائما بقول لك، انا دائما كنت احب التايتل بتاعي حتى وانا في الامارات مربوط لاعب السابق بنادي الزمالك. نعم، مع اني كنت مدير فني الانديه كبيره جدا وعريقه جدا، بس كلمه اللاعب السابق بنادي الزمالك دي بالنسبه لي كانت شرف. نعم، الشرف لا ادعيه يعني ان انا النهارده بقعد بطبل مثلا لحد، لا لا لا، انا بتكلم جد والله. فارجو ان الناس تتعامل مع، يبقى في شويه تنازلات. نعم، لو من وجهه نظر ابناء النادي ان دي تنازلات، يبقى في شويه تنازلات عشان ناديك اللي عمل اسمك وعمل تاريخك. وان شاء الله الامور. وعلى فكره في ناس ممكن تبقى متصوره ان حقها مهضوم في نادي الزمالك. نعم، عادي يعني ممكن يبقى حقك مهضوم. طب ما انا كنت بشتغل في التدريب من سنه 86. نعم صح،
وحققت نجاحات. نعم. عمري ما مسكت الفرقه في نادي الزمالك. نعم. المره الوحيده اللي دخلت نادي الزمالك اشتغل في الفريق الاول كنت مدير كوره. نعم. مع ميدو. مع ميدو. نعم. واخد بالك ازاي؟ نعم. انما كل المدرب كل 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 الناس ساعتها شالت لك ده جميل وتاج فوق الراس ان حضرتك. الحمد لله طبعا. وسندت كنت انا والله رحمه عبد الرحيم. نعم رحمه الله عليه. عبد الرحيم كان مدير فني. نعم. لما طلب منه يجي يساعد ميدو جه. جه صح. واخد عشان الزمالك. طبعا. فانا بقول لك يعني فبرضه كان من ضمن امالي زي ما لعبت في نادي الزمالك لاعلى مستوى كان نفسي ابقى مدير فني نادي الزمالك وده لم يتحقق. نعم. لم يتحقق نهائي. نعم. مع ان في اوقات كنت فيها كويس. نعم. واخد بالك؟ فالحمد لله على كل شيء، اتمنى ان الناس تتعامل مع المنطق ده يعني.